الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه، أما بعد، لا نزال في ضوابط باب الأذان ولعلنا ننتهي منها اليوم إن شاء الله. ولا أدري عن رقم الضابط عندكم يا عبد الرحمن، إن كنت تكتب أرقام الضوابط. على كل حال من ضوابط باب الأذان ضابط طيب يقول: مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على النص. مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية على النص، فلا يجوز لك أن تدخل في مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا إلا ما دل عليه الدليل، لأن كونك تعتقد أن هذا الشيء مما يشرع في الأذان تشريع إيجاب أو مما يشرع في الأذان تشريع استحباب، فإن هذا يتوقف على ثبوت الدليل. فليس كل من أثبت شيئا من مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا نقبل قوله حتى ننظر في برهانه، فإن جاء ببرهان صحيح صريح قبلنا هذا التشريع، وأما إذا لم يأتي به فإننا نعتذر عن قبول قوله، لأن تشريع الإيجاب والاستحباب هذان حكمان شرعيان، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولأننا إذا اعتقدنا مشروعية هذا الشيء في الأذان فإننا نعتقد مشروعية جواز التعبد به، والأصل في التعبدات التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لنا أن نقحم في صفة الأذان شيئا لا دليل عليه. وما أكثر ما أدخل الفقهاء أو بعض العلماء في الأذان ما ليس منه وعلقوا عليه شروطا لا نجد لها دليلا لا من الكتاب ولا من السنة، والواجب على طالب العلم أن لا يقبل أي شيء من ذلك إلا بعد النظر في مستنده كما بينت، والله أعلم. الضابط الثاني: من أذن فهو يقيم، وهذا ضابط يدل أو ينص على أن أحق الناس بالإقامة هو من تولى الأذان، وأحق الناس بالأذان هو من يتولى الإقامة عادة في هذا المكان أو في هذا المسجد، فلا حق لأحد أن يفتئت على المؤذن فيقيم هو. وأصل هذه القاعدة ما في الترمذي من حديث زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أذن فهو يقيم، ولكنه حديث ضعيف. وأصل الاستدلال عليها هو أن أبا محذورة كان هو الذي يتولى الأذان في مكة، وهو الذي يتولى الإقامة في العهد النبوي، وكذلك بلال لم يكن من الصحابة أحد يجتري على أن يتقدم بين يدي بلال بالإقامة، وإنما كان هو من يتولى الأذان وهو بنفسه من يتولى الإقامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك. فأحق الناس بالإقامة هو من تولى الأذان، إلا أن هذه الأحقية ليست أحقية وجوب وفرضية، وإنما هي أحقية ندب واستحباب. فلو تأخر المؤذن مثلا عن وقت إقامته المعتاد وأقام أحد الجماعة فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولو طابت نفس المؤذن بأن يقيم عنه أحد فإنه أيضا لا بأس به، لكن إذا وجدت المشاحة فلا جرم أن الأحقية لمن تولى الأذان. ومن القواعد أيضا: لا تأذين قبل دخول الوقت، وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الأذان إنما شرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فلا حق للمؤذن أن يتساهل بالأذان قبل الوقت لوجود شغل يصرفه عن تأخير الأذان إلى ما بعد دخول الوقت، ولا حق للمؤذن أن يؤذن فيما بعد دخول الوقت أيضا حتى لا يفتن الناس ولا يشكك الناس في أمور تعبداتهم أو صيامهم أو إفطارهم، فعلى المؤذن أن يتقي الله في مراعاة الأذان على دخول الوقت تماما، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه العلامات الموضحة لابتداء الوقت بالدقيقة، فعلى المؤذن أن يراعي هذا الأمر. وإنكم لو استمعتم إلى الأذان في فريضة من الفرائض في مدينة الدلم لوجدتم هذا البون الشاسع والتباين الكبير بين المؤذنين، فربما نجلس 10 دقائق والأذان لم يسكت إلى الآن، فلما هذا؟ يجب أن ينتبه المؤذنون لهذا الخطأ،
لأن هذا من التفاوت الذي لا داعي له. فمن كان قادرا على أن يتولى الأذان بكل ضماناته فليتولى، وأما من كان مصروفا بكثرة الأشغال والأعمال فليترك هذه الوظيفة. هذا منصب يفتقر إلى كثرة إلى دقة الاجتهاد. فالأذان ليس موكولا إلى اختيارك أنت، وإنما هو مصحوب بعلامات أو مقيد بعلامات متى ما حلت وجب الأذان. فإذا لا يجوز الأذان قبل الوقت ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد الوقت. واعلموا رحمكم الله أنه لا عبرة بتأذين من عرف عنه التقدم أو التأخر، التقدم أو التأخر. فالنساء في البيوت مثلا يراعين الأذان، فلا يجوز لهن أن يصلين بسماع مؤذن علم عنه أنه يؤذن قبل الوقت، ولا ينبغي لهن أن يؤخرن الصلاة أيضا عن أول وقتها مراعاة لسماع مؤذن عرف عنه أنه يتأخر عن الوقت. فإذا لا هذا يعتبر ولا هذا يعتبر، وإنما المعتبر هو أذان من يؤذن على الوقت. إلا أن العلماء استثنوا الأذان الأول لصلاة الفجر، فإنه ليس على طلوع الفجر وإنما قبل الفجر بقليل، ولكنه ليس أذانا يدعو الناس لصلاة الفجر، وإنما المقصود منه أن ينتبه النائم وأن يرجع القائم. فلا يتعلق بهذا الأذان أي شيء من الأحكام الشرعية، لا صياما ولا إفطارا ولا أي شيء، وإنما علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجع قائمكم، بمعنى اللي كان اللي ما بعد نام تو بيستعد للنوم إذا سمع الأذان عرف أن الوقت قريب فيرجع عن نيام عن نومته، يرجع قائمكم وينتبه نائمكم. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود، وإلا فلا يتعلق به شيء من الأحكام أبدا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا الأذان أول ما يتعلق به شيء. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق، ولكن الفجر المستطير في الأفق. ولم يكن بين الأذان الأول والثاني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزل بلال ويصعد أبو محذورة في قرابة العشر أو الربع ساعة. فإذا تقديم الأذان الأول بفترة طويلة يذهب المقصود من تشريعه، إذ ما الفائدة أن تقيم إنسانا لصلاة لن تأتيه إلا عقب ساعة؟ فإنه سينام مرة أخرى. أنتم فهمتم هذا ولا لا؟ فإذا ما يفعله عندنا الناس الآن من وضع ساعة كاملة أو نصف ساعة بين أذان الأول والأذان الثاني هذا ليس من السنة، بل السنة أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني بقدر ما يستيقظ الإنسان ويتوضأ أو يغتسل ويستعد للصلاة، يعني مقدر بقرابة الربع أو العشر دقائق بالكثير يعني. وأما جعل فرقان طويل مقدر بساعة فهذا لا أعلم له وجها من السنة. ومن القواعد أيضا عفوا، فإن قلت وما الحكم فيما لو أخطأ المؤذن وأذن قبل الوقت ثم انتبه، فنقول لا يعتبر أذانه قبل الوقت هو الأذان الذي تبرأ به ذمته، بل عليه أن يعيده. ففي جامع ففي سنن أبي داود بإسناد فيه مقال، فيه مقال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالا أذن بليل، أن بلالا أذن بليل فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. فإذا لا يكتفي الإنسان بالأذان قبل الوقت. فإن قلت وما الحكم لو تأخر مؤذن في مسجد عن الوقت كثيرا، فنقول الأسلم له الاكتفاء بأذان غيره، وأما هو فلا يشوش على الناس. فكم من امرأة قد صلت بأذان غيره فإذا سمعت أذانه فكأنها صلت قبل الوقت فتخطئ نفسها وتشوش على الناس. وكم من إنسان قد أفطر بأذان غيره فإذا سمع أن فلانا أذن فقال إذن لعلي أقضي هذا اليوم، فحتى لا يشوش على الناس. فإذا كان الفاصل طويلا فيكتفي بأذان غيره، لأن الأذان الذي يعتبر فرض كفاية هو أذان يسمع أهل البلد، فقد أذن غيرك وسقط فرض الكفاية، فأذانك يعتبر من السنن، والسنة لا ينبغي تطبيقها إذا أوجب تطبيقها الولوج في شيء من المفاسد الخالصة أو الراجحة.
لأن المتقرر عند العلماء أن كل سنة في تطبيقها مفسدة فالمشروع تركها، فالمشروع تركها. ومن القواعد أيضا الأذان والإقامة فرض كفاية، الأذان والإقامة فرض كفاية، وهذه تقدم الكلام عليها، فلا يجوز لأهل البلد أن يعطلوا هاتين الشعيرتين، بل أوجب الفقهاء قتال من امتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة. فعندنا قاعدة في مثل ذلك تقول: كل من امتنع عن أداء شيء من شعائر الدين الظاهرة وجب قتاله، وجب قتاله. فالذي يمتنع عن الصوم أو يمتنع عن الحج أو يمتنع عن أداء الزكاة أو يمتنع عن الأذان والإقامة، فحينئذ يجب على ولي الأمر أن يلزمهم بالرجوع إلى هذه الشعيرة، فإن أصروا قاتلهم. وقد كانت شعيرة الأذان هي الشعيرة التي تمنع من إغارة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض البلاد. ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغى، لأن البلاد غالبا تكون بلاد كافرة لا يؤذن فيها. فإذا الأذان هو شعار بلاد أهل الإسلام، فلا ينبغي تعطيله، ومن عطله فإنه يقاتل. قال في الزاد: وهما فرض كفاية يقاتل أهل بلد تركوهما، يقاتل أهل بلد تركوهما. فإذا قام بهذا الفرض من يكفي سقط الإثم عن الباقي. هل يكتفى بأذان رجل واحد في البلد؟ الجواب: لا، لا نقول بأذان ولا مؤذنين ولا ثلاث، وإنما هذا يختلف باختلاف اتساع أرجاء البلد وترامي أطرافها. فإذا كان هذا الأذان يكفي لأنحاء البلد فيسمعه الجميع فمؤذن واحد يكفي، وإذا كانت أطرافه مترامية فيكون مؤذنا في أطرافه ومؤذنا في الطرف الآخر حتى يكفي. وأظن أن وضع المسلمين الآن في مساجدهم فما تجد حيا ولا طرفا من أطراف البلد إلا وفيه عدة مساجد، وهذا من فضل الله ونعمته. ومن القواعد أيضا: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأصل هذا الضابط ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه مثله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. الحديث بتمامه. ولا أعلم نزاعا بين أهل العلم في مشروعية الترديد خلف المؤذن، ولكن العلماء مختلفون في وجه هذه المشروعية، أهي مشروعية إيجاب أم مشروعية ندب واستحباب؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح عندي أنها مشروعية ندب واستحباب لا مشروعية إيجاب. فإن قلت: وما الصارف للأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ما الصارف لهذا الأمر؟ الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، وبالقرينة يفيد ما تفيده القرينة. فلو لم ترد القرينة في هذه المسألة لقلنا بالأصل وهو الوجوب، لكن وردت القرينة وهي ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغى. انتبه. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ولم ينقل الراوي أنه ردد. ولا ينبغي أن يقال لعله ردد ولم ينقله الراوي، لأننا لو فتحنا هذا الاحتمال على الأحاديث لفسدت السنة، إذ لقائل أن يقول: ولعله كان يصلي الظهر خمسا ولكن الرواة لما نقلوا إلا أربعا، لعله كان يؤذن لصلاة الاستسقاء مثلا والرواة لم ينقلوا، فلو فتحنا لعله ولم لفسدت السنة وفسد الشرع. ولذلك نحن يجب علينا أن نبقى على الظاهر، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول عقيب قول المؤذن، قال على الفطرة ولا يعتبر هذا من الترديد. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزة، ووجه الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن ولم يقل كما يقول، فدل ذلك أي الترك
على أن الأمر في قوله فقولوا ليس على وجه الوجوب وإنما على وجه الندب والاستحباب. وأنتم تعرفون أن الجمع بين الأمر القولي بين الأمر القولي والترك الفعلي أن الترك الفعلي صارف للأمر من الوجوب إلى الندب. فإذا أمر بشيء ثم خالفه بفعله فإياك أن تقول تعارض القول والفعل، تعارض القول والفعل، لا، وإنما تجعل تركه الفعلي صارفا لأمره القولي من الوجوب إلى الندب. كما أنه إذا نهى عن شيء ثم فعله فإياك أن تقول فعل ما حرمه الله، لا، وإنما تجعل الفعل صارفا للنهي من الوجوب من التحريم إلى الكراهة. هذه يسمونها وجه الجمع بين الأقوال والأفعال. فإن كان القول أمرا والفعل على خلافه فالفعل صارف، وإن كان القول نهيا والفعل على خلافه فالفعل صارف. وهنا نكون قد جمعنا بين الأدلة كما ذكرت ذلك في رسالة صغيرة، قواعد الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض. فإذا نخلص من هذا أن القول الصحيح هو أن الترديد خلف المؤذن من جملة المندوبات يا سعيد وليس من جملة الواجبات. فإن قلت وماذا يقول المردد عند قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم مرتين، فنقول الجواب: المتقرر عند العلماء أن الأصل هو بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل، ولا يخص إلا بدليل، ولا أعلم دليلا يدل على خروج الترديد خلف هذه اللفظة عن مقتضى الدليل العام. فالدليل العام قال فقولوا مثل ما يقول، وما هنا هي اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى الذي. والمتقرر عند العلماء أن الأسماء الموصولة تفيد العموم، فإذا كل ما يقوله قله، ومن جملة ما يقوله المؤذن الصلاة خير من النوم، فالمشروع للمردد فيها أن يقول الصلاة خير من النوم. ومن قال غير ذلك فهو مطالب بالدليل الدال على التخصيص لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. أنتم معي ولا رحتوا؟ ها؟ كأني أسرعت في الكلام شوي، هذا اللي حصل، ما أدري ليش. المهم الشاهد، فإن قلت وماذا نقول في الحي على، الجواب: قل فيها الحوقلة. فالحي على يقال فيها الحوقلة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فالمشروع للمردد أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت وما برهانك، أقول: البرهان على هذا ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث علقمة بن وقاص قال: إن كنت لعند معاوية رضي الله عنه إذ أذن مؤذنه فجعل معاوية يقول كما يقول مؤذنه، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما بلغ حي على الفلاح قال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال في سائر ألفاظه كما يقول مؤذنه، ثم قال أي معاوية: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. إذن الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس بفعل معاوية، لأن من الناس من يتهم هذا الحديث بأنه موقوف، فنقول حتى وإن كان موقوفا فقد تأيد بالأدلة المرفوعة. فإن قلت وما المناسبة في تبديل الترديد في هذه اللفظتين بخصوصها، فنقول المناسبة في ذلك أن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح هو دعاء للإقبال، أي هلموا تعالوا أقبلوا، والإقبال والمجيء يفتقر إلى توفيق الله عز وجل ويفتقر إلى معونة الله عز وجل. فكم من إنسان يسمع هذا الدعاء ومع ذلك لا يزال مقبلا على التلفاز ومقبلا على أشغاله ومقبلا على دنياه وشهواته لا يأتي. لما؟ لأن الله سحب بساط التوفيق من تحت قدمه. فإذا إذا دعيت لمثل هذا وأنت تعلم أن قيام مجيئك على توفيق الله فابتغل واستعن بالله عز وجل الآن بكلمة الاستعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا مناسب، هذا مناسب جدا. فإن قلت وما قولك في قول بعض أهل العلم أن المشروع لمن سمع حي على الصلاة أن يردد باللفظتين فيقول حي على الصلاة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، ثم يقول في نفس الوقت لا حول ولا قوة إلا بالله امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويكون بذلك قد جمع، فنقول هذا ليس من السنة في صدر ولا ورد. فإن قلت ولماذا؟
نقول لأن المتقرر في قواعد الأصول أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته. وفي حديث عمر الطويل الذي اختصرته لكم قال: فإذا قال حي على الصلاة فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله فقل حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، بمعنى أن المشروع عند هذا القول هو لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كان شيء يشرع غير هذا القول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا خلاف السنة. وما أقرب هذا الجمع الذي يفضي إلى الخروج عن المألوف الشرعي بجمع من قال إنه ورد في السنة البعدية يوم الجمعة أربع كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وركعتان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، فيجمع بينهما ويقول أصلي ستا، فنقول خرجت بهذا الجمع عن المألوف الشرعي. فالسنة الأولى ركعتان والسنة الثانية أربع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أكثر من ذلك، فكونك تصلي ستا خرجت بالجمع عن المألوف الشرعي. والجمع بين الأقوال إذا أدى بالعبد إلى الخروج عن المألوف الشرعي فيكون باطلا. فإذن إياك أن تقبل هذا الكلام. فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن المشروع عند سماع المؤذن حي على الصلاة حي على الفلح أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا باعتبار الأثر. وأما باعتبار النظر فإن الذي يدعوك للصلاة من هو؟ المؤذن، يقول حي على الصلاة عندي يعني تعالوا للمساجد. فأنت إذا قلت حي على الصلاة كأنك تقول يا أخي أنت اللي تعال عندنا، فكأنك أنت من يدعوه. فإذا ناسب أن تقول إذا دعاك المؤذن أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قلت وما قولك في من يقول أبشر أزهله جايين، كل ذلك مما يقوله الإنسان من باب الحماس وفي طاعة الله والاستعجال في طاعة الله، إلا أن سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. فهذا من جملة الأقوال التي لم ترد، فلا يجوز لنا أن نحدث في الترديد شيئا، لأن مشروعات الأذان إيجابا واستحبابا توقيفية. كم جلسنا؟ 25 راح الوقت علينا. طيب على كل حال أكسب رأس الضابط. أذكار الأذان قبلا وبعدا توقيفية، أذكار الأذان قبلا وبعدا توقيفية. ولعلنا نكتفي بما شرحناه، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.